شو الناس شحيل ايطاليا رمينا هذا منكر ديال المزوري كاتب العام نقابه اليو ام تي سنترال دانون كتمثل المستخدمين والعمال ديال سنترال دانون. كما كتشوفوا حنا في حاله اضراب ديال العمال ديال الشركه، وبالنسبه لهذه الشركه كتنهج واحد الاساليب قمعيه وتضييقات على الحريات النقابيه اللي كتمثل في انها كتخرج الشاحنات. بعدا ديجا الناس مضربين، تتخرج الشاحنات اللي فيهم لي برودوي لي تي يخرجوا على برا بواحد السائق اللي ما عندوش كونطرا ديالو، ما عندوش كونطرا. ملغيه البارح وقفنا هذا السيد هذا باش نشوفوا الوثائق ديالو واش سليمه ولا لا، كنلقاو على ان عنده واحد الكونطرا اللي مخروقه اللي مساليه في 2014 سنه 2014. هذا ماشي بني ملال، هذه واحد الترويج ديال واحد الفكره على انه هذا لوزين غادي يتحول. هو لوزين جايين بواحد البروتوكول اللي كان توقع ما بين الاداره ديال سنترال مع واحد الشركاء مع نفي الشريك الاجتماعي الاساسي اللي هو اليو ام تي، على اساس انه ما داخلش معاهم في الاتفاقيه، وعلى اساس انه كيستنكر هذه الاتفاقيه لحقاش كتمس وكتضر بالحقوق ديال العمال والمستخدمين. ولهذا حنا من هذا المنبر كندوا بهذا الاسلوب اللي كتشنوا الشركه ديال سنترال دانون على المكتب ديال اليو ام تي وسيرتو بمدينه الجديده، لحقاش كاين استهداف محض في هذه المسائل هذه. وكنتمنى على هاد الناس يرجعوا للرشد ديالهم وياخذوا بزمام الامور ويكونوا كيخدموا بعقلانيه. اللي سالت الكونطرا ديالو راه كما تنقولوا هذا السيد مساليه الكونطرا ديالو، ويلي اون تران دو فيغ ان ترافاي ديال شوفور فوندور. هذا السيد سالت الكونطرا ديالو، على الاقل هذه الشركه اللي عندها اسم وكتحترم القانون كانت تحترم الكونطرا ديال هذا السيد، جددها لي في الوقت ديالها ماشي من 2014 وهي وافيه. حنا طالعنا على الوثيقه غير البارح عطرافير السلطات المحليه على انه عنده وثيقه اللي مساليه في 2014. على الاقل هذه الشركه تكون كما تنقولوا قد المسؤوليه وتحترم هذه المسائل القانونيه. المطالب ديالنا راه كما بيناها في البيانات ديالنا وفي الشعارات ديالنا على اساس عدم مساس بحريه النقابيه وارجاع المطرودين تعسفا واعطاء الحقوق والمكتسبات ارجاعها، خاصها ترجع حقوق ومكتسبات للناس اللي كتناضل عليها لمده سنوات. وهذه الاداره هذيك اننا كنتكلموا على واحد الاذن صماء ديال الاداره. العرقلة في لهية سامي دور.